محمد الوهيبي. هكذا أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء، صفحة انقضت، صفحة تابعناها وكانت أسطرها مليئة بالتنافس، بينما الآن ننطلق في شوط رئيسي آخر وننطلق مع منافسة أخرى مشاهدينا الكرام، مع منافسة أخرى مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا وهنا التعبير يا بن خميس، يا عويضة يا بن خميس المريخي، هنا نعبر عن مشاعرنا، وهنا نعبر يا بن بريك عن ما نمتلكه من مخزون من المفردات حتى نستمتع جميعا بهذا الأداء في هذا الشوط الرئيسي. الله الله الله، وأجد بي أجد يا بن بريك، أجد يا بن بريك، رغم أنك قلت لي بأن مضمون في المركز الأول، ولكنه شاهدته بأم عيني، هذا هو مضمون. إذا مضمون ينطلق في المركز الأول مشاهدينا الكرام، هذا هو مضمون. اسم على مسمى، اسم على مسمى يا الوهيبي، كان حطيته في العزبة، والجائزة مضمونة يا أخوي، الجائزة مضمونة والمركز الأول. الله، شوفوا 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 من البداية، وأتحمل مسؤولية ما أقول، هذا هو مضمون، يحتل المركز الأول وينطلق مشاهدينا الكرام، يباعد المسافة وينطلق بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. أما المركز الثاني فأجد هنا شعار سعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني يحتل المركز الثاني مع حصاد، أو مع مستحيل، مستحيل يحتل المركز الثاني ويضمر مستحيل علي بن سعيد بن الأسود المري. المركز الثالث هنا ملهم، ملهم يحتل المركز الثاني. الله يا ملهم، وهناك في مركز الإلهام يتواجد مضمون ملهم، إذن على ثاني المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويضمر ملهم سلطان بن محمد الوهيبي. وفي المركز الرابع العارض، العارض يحتل المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد، أو لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، ويضمر العارض علي بن حمد بن مقارع، هذا هو من إنتاج مطاقة، نشاهده الآن يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتواجد الفارس، وترجل الفارس إلى المركز الرابع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والتضمير مع علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري. ها هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، ومضمون هناك في المركز الأول. الله، هذا هو مضمون أيها الحفل الكريم، مضمون تشاهده العيون وترصد تحركاته الجماهير الحاضرة التي ذهبت معه. هنا نشاهد بأن عربات السيارات، السيارات، هناك سيارة تلفزيون خاصة ترافقه، وهناك سيارات الجمهور، أصبحت مجموعتين، مجموعة مع مضمون ومجموعة مع بقية المراكز. يلا يا عويضة، خلنا مع المجموعة الأولى يا أخوي، خلنا مع مضمون، وخلنا مع هذا الأداء الممتاز الذي نراه، نراه مع مضمون الذي ينطلق ويحتل المركز الأول. سبق له مشاهدينا الكرام أن انتقى، أن انطلق وانتقى إلى الشوط الأول الرئيسي، وبالتالي سجل نقاطا هامة في هذا الموسم، وهو الآن ينتزع المركز الأول ويتقدم تقدما ممتازا جدا من خلال احتلاله للمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي. بالنسبة للجذاع القعدان، مسافة كبيرة وفارق طويل بين المركز الأول، بين مضمون وبين بقية المراكز. المسافة الآن 300 متر، 300 متر، اسمحوا لي ما راح أعلق، اللي بيقرب في 200 متر راح أعلق عليه. 300 متر، نو، لا مجال، لا مجال للتعليق، لأنني أذهب مع مضمون وأتجول مع مضمون الذي يحتل المركز الأول. يحترم البطل يا جماعة، البطل يحترم، يحترم بمثل من هو، في مثل حجم مضمون، وفي مثل حجم التماس، وفي مثل حجم ظن، وفي مثل حجم أيضا الهجن التاريخية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل إعمار، ومن
مثل غيرها من الأسماء، وأيضا في المملكة العربية السعودية مثل شودة ومثل غيرها من الأسماء. نحترم الهجنة التاريخية، وأتوقع أن يكون مضمون واحدا من هذه الأسماء التاريخية نظرا لمستواه الكبير. ها هو الآن يقتحم الكيلومتر الأخير وينطلق مضمون مشاهدين الكرام في الشوط الرئيسي في أقوى أشواط الجزاع القعدان. ها هو مشاهدين الكرام بدون أي تعليمات تذكر، العصا قوس، العصا في البطان، وها هو يندفع مرة أخرى وينطلق مشاهدين الكرام انطلاقا مميزا وانطلاقا قويا وانفرادا تاما وانفرادا كليا عن بقية المتنافسين. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. إذا مشاهدين الكرام يبدو بأن الشوط انقضى وحسمت نتيجة هذا الشوط. تهانينا نزفها من 600 متر الأخيرة إلى سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وإلى عملاق المضمرين سلطان بن محمد الويبي. تحية لمضمون، تحية على هذا المستوى، وتحية على هذا الانطلاق وأداء ممتاز جدا أراه وأتابعه كما ترونه مشاهدين الكرام عشاق الأصالة والتراث. يا من تتابعون هذا النقل الحي المباشر عبر قناة الريان، هذا هو مضمون بدون أي تعليمات تذكر يقترب من خط النهاية. والآن من جديد يعطي عطاء جديدا ويقدم أداء ممتازا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هكذا يكون الأداء وإلا فلا، هكذا يكون الناموس وانتزاعه وإلا فلا. تهانينا نزفها للمرة الثانية على التوالي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز مضمون بالمركز الأول، والثاني للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي المركز الثاني كان من نصيب الريان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الثالث جاء في ملهم أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمركز الرابع جاء فيه الوعب لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمركز الخامس كان من نصيب مستحيل لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني. مشاهدينا الكرام إذا شاهدنا واستمتعنا بأداء مضمون الذي ضمن المركز الأول بعد الله سبحانه وتعالى، طبعا من خلال ما سجله من أداء ممتاز. توقيت 7 دقائق و44 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهنئة للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي على انتزاع مضمون للمركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب الريان، وتوقيت الريان 7 دقائق 50 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، بينما من جاء في المركز الثالث فهو ملهم حيث قطع المسافة في 7 دقائق و51 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز مضمون بالمركز الأول، وعلى فوز الريان بالمركز الثاني، وعلى فوز